واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. عملنا في الماتش دي كنا بنعمل حاجات دي بالترتيب، كنا رقم واحد بنروح نجيب الام والكي ماتريكس وشرحنا ازاي نجيب الام والكي صح. رقم اثنين كنا بنجيب الدي ماتريكس كان بتساوي ان انفرس كي ناقص لامدا اول، بناخد دي سواء بالزيرو بنجيب منها لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3. فبنقول لامدا 1 دي عباره عن اوميجا 1 تربيع بتساوي اوميجا 2 تربيع ثلاثة تربيع، ودي كده كنا بنسميها الايجن فاليوز اللي هو بين قوسين ناتشرال فريكونسيز الترددات الطبيعية واوميجا 1 بين قوسين. طبعا الكلام ده انا بتكلم حاليا على 3 اللي بيجوا فيه. رقم 3 كنا لو خدنا الدي اكس ده سويناه بالزيرو كنا بنجيب حاجة اسمها مود شيب او الايجن فيكتورز خلاص، او نجيب حاجه اسمها مودل ماتريكس يعني واحد ثلاثة كلهم نفس المعنى ارسم المود شيب او هات المودل ماتريكس او هات الايجن فيكتورز كلها ليهم نفس الايه نفس المعنى. دي الحاجات اللي احنا خدناها سيكشن فيها. المطلوب الجديد ان هو ممكن يجي يطلب حاجه اسمها تايم ريسبونس، والتايم ريسبونس معناه ان نجيب الاكس داله في الزمن اكس 1 داله في الزمن واكس 2 داله في الزمن واكس 3 داله في الزمن، ومنها حاجه اسمها دي كابلنج. هنقول كل واحد من دول نعمله تاني. قبل ما ندخل على الاثنين دول، سواء ان انت جبت المساله من بدايتها خالص ان انت تجيب الام والكي وبعدين تجيب الدايناميك ماتريكس وبعدين تاخد الدي اكس تساويه بالزيرو اللي احنا عملناه قبل كده خلاص، يا اما تبتدي من الخطوه اخر حاجه وصلت لها ان انت معاك مين المودل ماتريكس خلاص عملت الثلاث خطوات اللي احنا عملناهم سيكشن فيك. وكمان بيبقى بيديك جيفن الميو امبرس يعني الميو دي ممكن انت تحسبها او يديها لك في كلتا الحالتين معاك الميو، وكمان الميو امبرس دي جيفن يعني مش انت مش مطالب جيفن الامبرس بتاع ماتريكس زي الميو 3 في 3 دي مش مطالب بيها، هو بيبقى متضايق جيفن. في مشكله؟ طيب هو الجسم اللي عندي 3 ديجري فريدم، عندي الكتله الاولانيه ده بيتحرك باكس 1، الكتله 3 ام والكي الثاني 3 كي، الكتله الثانيه اللي هي بتتحرك باكس 2، الكتله بتاعت 2 ام والستابلس بتاعت 2 كي، الكتله الثالثه الماس بتاعتي مثالي ام بتتحرك باكس مين؟ اكس. ده موديل بتاع مبنى 3 ادوار، الدور الاول 2 و 3 ام والستابلس بتاع العمدان اللي هو ثبت عليه المبنى ده عامل 3 كي، الدور الثاني ده الكتله بتاعتي 2 ام والستبنس بتاعتي 2 كي وهكذا خلاص. احنا فاكرين ان احنا كنا بنجيب على راجع بسرعه كده ازاي بنجيب الام والكي. الام بمجرد النظر كان بتساوي ايه؟ ام كان بتساوي 3 3 خلاص، يبقى ناخد دايجونال ده اول كتله 3 ام صح، الكتله بتاعت الاكس 2 2 ام، الكتله بتاعت الماس اللي معاهم اللي هو كام؟ طبعا كان بايب ايه؟ اصفار الكي ماتريكس كان زي كيو. اول حاجه برضه بنجيبها اللي هو الكي الدايجنال، بنروح الاول اول كتله ايه؟ حط صبع تاني اجمع الكي والبي يبقى كام؟ 5 كي، وبعدين نروح على الماس تاني اجمع الكي والبي يبقى كام؟ 3 كي، وبعدين نروح على اخر كتله كيو كي دي كده الدايجنال خلاص. الكولوم الاولاني ده الكي ماتريكس ده خاص باول كتله، فانت عشان تجيب الاجزاء الباقيه تروح على اول كتله تحط ايدك خلاص، خد واحد ده مع اثنين واحد مع اثنين مين الكي اللي بينهم او بص للكي كلها اللي رقم بينهم 2 كي 2 كي بس الاثنين كده بس سالب 2 كي، وبعدين خد الكتله الاولى مع الثالثه في سبرينج مباشره بيربط بين الاثنين في كتله فاصله بين الاثنين فبالتالي هيبقى بزيرو. طب روح بقى تاني كتلة حط ايدك عليها خد تاني كتلة مع اول كتلة في سبرينج واحد اتنين كي بس ده حطه بالسالب خلاص، احنا خلصنا الكوبا بالاول بعد كده كله رياكشن فبالتالي بيبقى سالب. خد الكتلة التانية مع التالتة هيبقى كام؟ كي سالب كي. تعالى نجرب ان ما خدش باله في الجيم اللي فات وركز في دي، خد تلاتة ده مع اتنين خلاص اللي بينهم مين؟ اتنين، يبقى
ده يطلع زيرو. خد بالك ان دي سيمتريك، يعني ده زي ده وده زي ده وده زي مين؟ زي يعني انت لو جبت النص اللي تحت من الماتريكس تقدر تجيب التماثل الباقي. في مشكله؟ الدي ماتريكس هي عباره عن خانه ماسكين نقص لمبه في اول. ممكن نجيبها على طول مجرد النظر ازاي؟ هي عباره عن الكي ماتريكس نفسها، يبقى 5 كي سالب 2 كي وبعدين 0 سالب 2 كي 3 كي وبعدين سالب كي 0 سالب كي وبعدين كي. اقسم صف ده كده الام. عشان نجيب ام امبرس كي هنقسم كل صف على الفلتر بتاعته 3 ام، ده كله على 3 ام، ده على 3 ام، 0 على اي حاجه في 0، ده على ده على 2 ام، ده على 2 ام، ده على 2 ام، دي ال 2 ام دي الفلتر بتاعت ده يدخل كله على ام، ده على ام. اللي احنا عملناه لحد دلوقتي ده اسمه ام امبرس في كي. في كي في مشكله؟ لا. الاخر حاجه بقى اطرح منه لمبه ناقص لمبه في اول، ده بتاخد الدياجنال الرئيسي ده تطرح منه لمبه الباقي يجيب تظليمه. لو خدت الماتريكس دي سويتها في زيرو محدده بتاعتك سويتها في زيرو هتقدر تجيب مين؟ لمبه 1 لمبه 1 لمبه 2 ولمبه 3. في المساله دي بعد ما تحل طبعا هتفك الماتريكس ازاي؟ شوف بقى انت الكلام ده قلناه في تفصيل المره اللي فاتت. هتفك الماتريكس دي قيمة في الحالة دي لامدا اهو هتطلع تساوي 149، ده تساوي 652، ده تساوي 1280. طبعا انا خدت جاز قدرت اجيب مين؟ اوميجا 1 اوميجا 2. في مشكلة؟ ليه سميتها ده برضو قلناه بالتفصيل المره اللي فاتت. سميناها ليه لامدا 1 و2 و3؟ عشان لو ده سميته اوميجا سكوير على طول وجيت تجيب المعادله تفك الماتريكس دي وتحل هيطلع الاوميجا اس 6. يعني انت عندي 3 لما كان 2 ديجري كان طالع اوميجا اس 4 هيطلع اوميجا اس كام؟ 6. فعشان تحل هيطلع 6 جذور فالحل بتاعها صعب. فاحنا قلنا لو فرضنا كل اوميجا سكوير بلامدا كده اللامدا نفسها الايكويشن بتاعتك هتبقى من درجه كام؟ ثالثه. فالحل بتاعها هيبقى اسهل بس وانا ما عملتش حاجه. وغير كده اصلا انت الست جذور هيبقى فيه 3 بالسالب و3 بالموجب، كده كده اللي هيهمني اللي هو النقطات اللي هي بالموجب. بيديك كي والام هيديك الماس الام وكي. لحد دلوقتي احنا اتفقنا يا اما انت هتبتدي من الاول تجيب لامدا 1 و 2 و 3 احنا قلنا اهوت ازاي بتجيبهم الكلام ده وماس سكشن فات راجعين عليه تاني بسرعه. يا اما هو بيديني المودل ماتريكس اللي هي اليو دي والميو ام بس. الخطوه اللي بعد كده لو خدت جي اكس ده سويته في الزيرو خلاص هتقدر تجيب القيم بتاعت اكس 1 و 2 3. ايه المودل ماتريكس بقى؟ المودل ماتريكس اول ما تصفي فيها ده هو عباره عن قيمه اكس 1 اللي انت بتبقى فرضه في الحل. يعني انت بتروح تفرض ان اكس 1 واحد بناء عليه تجيب مين؟ اكس 2 واكس مين؟ يبقى دي القيم بتاعت اكس 1 و 2 و 3 لما لامدا بيساوي لامدا ده المودل رقم 1 اللي هو شكله بيبقى عامل ازاي؟ الثلاث اكسات دول بيتحركوا مع بعض في نفس الاتجاه يا اما كلهم لفوق يا اما كلهم في الموجب يا اما كلهم في الايه؟ السالب. المود رقم 2 هو نفس القيم اكس 1 و 2 و 3 في حاله المود شيب رقم 2. المود شيب رقم 2 الجسم ده كله بيتحرك لا متردد تردد اوميجا بتساوي مين؟ اوميجا 2. طيب اوميجا 2 ده اللي هو ام اللي هو تاني الكتله دي بتبقى بتتحرك عكس الاثنين التانيين. يعني لو اكس 1 واكس 2 في الاتجاه ده اكس 3 بيتحرك ازاي؟ عكسه عكسه. طيب المودر شيب رقم 3 اللي هو ازاي؟ بتبقى تاني كتله في النص بتتحرك عكسهم. انا عندي بص احتمال من ثلاثه يا اما الثلاثه دول بيتحركوا مع بعض يمين او شمال يا اما الاخيره بتتحرك عكس الاثنين التانيين. يعني لو الاثنين دول كده فدي كده او الاثنين دول كده فدي كده احتمال رقم 3 اللي في النص هي المختلفه ده المود شيب رقم كام؟ 3. رقم 3 المودل المودل ماتريكس جدا. طب لو انا عايز احسبها يعني عايز اجيب الارقام اللي قدامي على السطوره دي اجيبها ازاي؟ تاخد الدي اكس ده ده سبب الايه؟ 0 اكس 1 اكس 2 اكس مين؟ 3 وتساوي الكلام ده بالايه؟ بالزيرو.
اكس 2 على اكس 1 المفروض ان انت تعمل لو انت خدت اول صف صف رقم 1 ضربته بدي يقول لك ده هيبقى المعامل بتاع اكس 1 وده المعامل بتاع مين اكس 2 وده المعامل بتاع مين اكس 3 بس بزيرو طب اكس 3 يبقى المعامل بتاعه بزيرو يبقى من اول معادله اقدر اجيب علاقه بين اكس 2 ومين اكس 1 يبقى من رو 1 قدرت اجيب اكس 2 على اكس 1 بتساوي رقم ده لك مين ليه؟ لا على اساس ان الام والكي كل دول جابر. طيب لو جيت لصف رقم 2 هيبقى رقم ده لف اكس 1 رقم ده لف اكس 2 رقم ده لف اكس 3 اخر المعادله مش هتقدر تجيب علاقه بين اكس ام مباشره فسيبك من الصف الثاني ادخل على مين؟ الصف الثاني الصف الثاني هيبقى سالب كي على ام ده في الاكس 2 زائد ده في الاكس 3 كل ده بيساوي كام؟ بيساوي كام؟ زيرو فدلتا بالمعادله دي تجيب ريشيو ما بين اكس 3 على اكس 1 اكس 2 بتساوي انا عايز اكس يعني انا عايز لما اجيب الاكس كله يبقى كلهم بالنسبه لحاجه واحده يعني انا جبت اكس 2 بالنسبه لمين؟ اكس 1 فاكس 3 هم انا هاته بالنسبه اكس 1 فهتروح تقول اكس 3 على اكس 1 هتساوي اكس 3 على اكس 2 اللي انت جبتها من هنا اضربها في اكس 2 اللي فوق على مين؟ اكس 1 ده هيطلع في الاخر برضه ده دلف مين؟ دلف دي المعادله طيب انا استفدت ايه؟ شايف المعادله 1 و 2 دي؟ هتفرض في الحالتين ان اكس 1 بواحد في مشكله؟ طيب لو حطيت لندا بلندا 1 تقدر تجيب مين؟ اكس 2 حطيت برضه في المعادله دي لندا بتساوي لندا 1 تقدر تجيب مين؟ اكس 2 ده الثلاث قيم دول طبعا الواحد ده مفروض جبت اكس 2 من اول معادله اكس 3 من ثالث معادله ثاني معادله ده الوش رقم كام؟ طب عشان اجيب القيم الثانيه دي هتروح لنفس المعادلتين، معادله 1 و2 تعوض عن كل لندا بلندا كام؟ لندا 2 2 خلاص؟ من معادله 1 جبت اكس 2 من معادله 2 جبت مين؟ اكس 2 هتكرر الكلام ده كام مره؟ ثلاث مرات ثلاث مرات ممكن تشيل رقم 1 ممكن تشيل رقم 2 ممكن تشيل ساعات في حاجه شايف المعادله دي؟ مش محتاجه فك بقى الماتريكس دي عشان احسب لندا 1 لندا 2 لندا 3 هو مديك المودا الماتريكس وانت مدي اكس وصلت الريشيو دي اعمل ايه؟ لو انا من موديل ماتريكس بص اكس 1 بيساوي 1 واكس 2 بيساوي 2 يعني انا بالعكس بقى نشتغل على ناخد من الموديل عشان نجيب اللمبه بص لو انا رحت في معادله 1 دي وحطيت الاكس 1 ب1 والاكس 2 بتساوي نقصين خلاص؟ والرقم الرقم ده عندي يعني ده عندي اقدر من هنا اجيب مين؟ لمبه 1 لمبه 1 بالعكس طيب رحت للصف رحت للعمود اللي بعده خدت اكس 1 ب1 اكس 2 كام؟ رقم سالب 1 54 54 هتجيب من هنا مين؟ لندا 2 طب من العمود الثالث بقى اكس 1 ب1 واكس 2 بيساوي سالب 1 و3 هتجيب مين؟ لندا 3 لندا 3 دي في حاله يعني انت بدل مشكله الحل في ناس بتقابلها مشكله ان هي تحل المعادله دي كلها فهو لو مديك المودل ماتريكس مش محتاج تحل المعادله هتاخد تجيب الريشيو الاول اي ريشيو من الاثنين بقى اكس 2 على اكس 1 او اكس 3 على اكس 2 اي واحد فيهم. الحاله الثانيه على اكس 2 السالب. لما تطلع في السالب ايه المشكله؟ هتعوض عنها بكام؟ كده اللمبه هتطلع رقم سالب. مش هتطلع في سالب. الرقم هيبقى فيه رقم هنا المفروض منه اللمبه. هتطلع من كله. حد عنده سؤال في الجزء ده؟ احنا كده اللي احنا قلناه من اول ما ابتدينا لحد دلوقتي ده مش جديد، ده اللي احنا قلناه السكشن اللي فات. رجعت لك عليه تاني بسرعه. الموضوع بقى بتاع السكشن بتاع النهارده اللي هو عايز حاجه اسمها تايم ريسبونس يعني عايز قيمه اكس 1 اكس 2 اكس 3 ده لف مين؟ الزمن. السؤال المهم دلوقتي لما انت عايز اكس 1 واكس 2 اكس 3 ده لف الزمن امال القيم اللي انت بتكتبها لي دي ايه؟ هل الاكس 1 دي بتساوي 1؟ خلينا مع الاكس 2 مثلا هل الاكس 2 دي بتساوي 2 و5 ده القيمه الفعليه بتاعت الاكس 2؟ طيب دي القيمة الفعلية بتاعت اكس 2؟ لا المفروض اكس 1 هل دي القيمة الفعلية بتاعت اكس 2؟ امال طب ايه الثلاث قيم؟ بلاش السؤال ده، السؤال الثاني بتساله نفسك الثلاث قيم بتوع الاكس 2 دول ايه؟ دي قيمة الاكس 2 في المود الأول في المود الثاني في المود الثالث، معنى كده أن قيمة اكس 2 بتتغير مع الزمن قيمها بتختلف؟ اه لأن أنت عندك كام مود؟ مود يعني بين قوسين يعني الشكل، كام شكل أنت هتشوف فيه؟ انا ممكن الثلاث كتل تتحرك مع بعض ممكن تلاقي الكتله اللي فوق دي بس او اخر كتله دي تتحرك لوحدها في اتجاه والاثنين التانيين في اتجاه او تاني كتله تتحرك لوحدها والاثنين اللي في لوحدهم
فدول النود شيبس الممكنين في الثلاث حلقات. هو في الحقيقه ان دي ولا قيمه من البنت بتاعت اكس 1 ولا 2. انا الحقيقي والمظبوط في المودل ماتريكس ده الريشيو بين اكس 2 على اكس 1. يعني الريشيو بين اكس 2 على اكس 1 بتساوي 2.5 في المودل الاولاني. الريشيو بين اكس 3 على اكس 1 بتساوي 2.93. دي فعلا صح. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انا لو خدت الكولوم ده كله ضربته في 2 هيديني نفس الارقام دي. يعني الريشيو بين اكس 2 على اكس 1 ساوي الريشيو بين اكس 3 على اكس 1 ساوي في المودل الاول. بتيجي طبعا في المودل الثاني يختلف، في المودل الثالث يختلف. طب قيم اكس 1 واكس 2 واكس 3 بكام؟ انا ما اعرفش احدد الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 عند اي زمن بكام. عشان كده بدك ايه؟ قال لك ان الاكس 1 بيساوي 1.5 والاكس 2 بيساوي 1.5 والاكس 3 بيساوي 1.5. ده على طول؟ لا، ده عند وقت معين. وقت مين؟ عند دي بتساوي 0. عشان كده الشرط ده بنسميه انيشيال كونديشن. يعني ايه انيشيال كونديشن؟ يعني ده عند بدايه الحركه عند دي بتساوي 0. كان الاكس 1 بيساوي الكلام دوت، الاكس 2 بيساوي الكلام دوت، والاكس 3 بيساوي الاكس 1 دوت. دي ليه؟ السرعه بتاعت الثلاث كتل في لحظه البدايه، بدايه الفايبريشن كان بيساوي كام؟ 0. ده اللي انا محتاجه. بص دول كده 3، و3 كام؟ 6. السته دول هيقدروا يجيبوا لي 6 مجاميع. ايه هم 6 مجاميع بقى؟ انت اول ما اقول لك تايم ريسبونس هتكتب الكلام دوت. قول لي كده اكس 1 2 3. ايه اكس 1 2 3 بقى دول؟ هم دول؟ لا ماليش علاقه بدول خالص، دي القيم الفعليه، دي اللي انا بدور عليها، دي قيمه اكس 1 داله في الزمن. يعني انت هتجيب لي معادله كبيره قوي داله في مين؟ في الزمن. تروح تحط التي بتساوي 1 سكند كده جبت لي قيمه اكس 1 عند اول سنه، هتحطها في ثاني سكند تقدر تجيب اكس 1 عند ثاني سنه. هو ده اللي انا عايزه فعليا، يعني هو ده القيمه الفعليه بتاعت اكس 1 و 2 3. بتساوي الميو او المودل ماتريكس، اللي هي الماتريكس دي 3 في 3 اللي هي المفروض جبل او انت حسبتها في A1 كوزاين اوميجا 1 تي زائد B1 كوزاين ساين اوميجا 1 تي. ناخد الاول ساين وبعدين كوزاين. كوزاين اوميجا 1 تي لو قابلنا كوزاين هتبقى ساين ميو ميو هتبقى كوزاين الاول. هي مش تفرق كوزاين ولا ساين، بس خلينا الاول A1 كوزاين زائد B1 ساين اوميجا 1 تي. طب لو انا كتبت الاول ساين او بعدها كوزاين مش هتفرق، وهنقول لك دلوقتي ايه اللي هيحصل لو كتبت. المهم ان انا ايه الشكل ده؟ الـ A1 والـ B1 دي الامبليتيودز اللي هي اكبر قيمه للفايبريشن، ودي ثابته انا ما اعرفهاش بكام فعليا. اوميجا 1 اوميجا 1 دي اللي هي التردد الطبيعي اللي هو اوميجا 1 او التردد الطبيعي يعني التي ده اللي هو مين؟ طب ليه فرضته داله في كوزاين ساين؟ هو سمي الهارمونيك يعني يا اما داله في ساين بس يا اما داله في كوزاين يا اما في مجموع الاثنين. فانا فرضت الحاله العامه اللي هو في ساين ومين؟ والله لو الـ A1 دي ب 0 يبقى داله في كوزاين بس، لو الـ A1 ب 0 لا لا ساينس. طب والله لو الاثنين موجودين A1 وB1 يبقى هو الحاله العامه بتاعت السامبل هارمونيك مش. طب مين اللي هيقول مين فيهم موجود ومين فيهم زيرو؟ الانيشال كونديشن اللي انت عطيتها الشرط. الكلام ده اتكرر كم مره؟ ثلاث مرات. كل رقم واحد هيتقلب كام؟ من اثنين وبعدين ثلاثه، يبقى ايه؟ اثنين كوزاين اوميجا اثنين تي زائد بي اثنين ساين اوميجا اثنين تي وبعدين ايه؟ ثلاثه كوزاين اوميجا 3 دي زائد دي 3 ساين اوميجا 3 اوميجا 3 3 دي. في مشكلة؟ لا. ما انا نسيت المعادلة دي. عندي كام مجهود؟ كام مجهود؟ 6 6 اللي هو الثلاث ايهاب والثلاث ايهاب. هي في كام معادلة ايه؟ 6. هنحل 6 معادلة في 6 مجاميع. هنحل ازاي؟ هناخد ال x1 نفس المعادلة دي الفاضلة x1 دوت x2 دوت x3 دوت البيو ده كونستنت مش هيتفاضل معايا. تعال نفاضل بقى المعادله دي. ال A1 كوزاين هتتقلب لايه؟ A1 ساين اوميجا 1 تي بس دي بتساوي وهيبقى في اوميجا 1. بس ناخد اوميجا 1 دي بره هيبقى A1 ساين زائد B1
كوزاين. طبعا دي سيل اوميجا 2 اي هنا ناقص اي 1 ساين اوميجا 2 تي بيتني في 2 كوزاين اوميجا 2 تي. وبعدين اوميجا 3 هتبقى مضروبه في سالب. في مشكله في الفترات دي؟ لا. ساين اوميجا 3 دي زائد دي 3 كوزاين اوميجا 3. المفروض الخطوه الجايه اللي انا اعملها بص لو جينا في المعادلات اللي تحت الثلاثه بتاعت ركز كده معايا. انا هحط دي زائد زيرو. هو كوزاين زيرو كام؟ واحد. طب كوزاين زيرو؟ زيرو. يبقى ده الثلاث ترمات دول اولا هيبقوا زيرو. خلاص؟ في مشكله في الخط ده؟ الكوزاين كله كام؟ واحد. فدي ممكن نكتبها كده ميو في اوميجا 1 بي 1 اوميجا 2 بي 2 اوميجا 3 بي 3. بص هو عشان يبقى ده زيرو طبعا دول زيرو صح؟ هقعد كده بالانيشال كونديشن. ايه اللي يخلي الميو اللي هو الاوميجات دي ثابته؟ القيم الوحيده اللي تخلي الاكس 1 دوت والاكس 2 دوت والاكس 3 دوت بزيرو ان البي 1 والبي 2 والبي 3 بكام؟ بزيرو. ليه؟ لان انا دلوقتي ضارب الاثنين في بعض ضارب الاثنين دول في بعض فيا اما البي 1 بزيرو يا اما الميو اوميجا 1 يطلع بكام؟ بيساوي زيرو. فطبعا لو الاوميجا 1 والاوميجا 1 والاوميجا 2 والاوميجا 3 ليهم قيم الميو ليها قيم. الوحيد اللي ممكن يصفر المعادله ان فين البي 1 بي 2 بي 3 بيساوي ده معناه ان المعادله بتاعتك كلها في الاخر هتبقى ثلاث مين؟ كوزاين. كوزاين. طيب في المعادله دي حط الترمات دي بزيرو. في مشكله؟ طيب هتسال ميو عوض هنا عن كوزاين كل كوزاين بكام؟ كوزاين زيرو كام؟ واحد. يبقى ميو اي 1 اي 2 اي كام؟ 3. في مشكله في الجزء ده؟ هتسال هو اكس 1 بكام؟ واحد وبعدين واحد ونص وبعدين كام؟ ثلاثة ونص. عشان اجيب A1 و A2 و A3 المفروض ان انا اقسم الطرفين على مين؟ على ميو صح؟ يبقى A1 و A2 و A3 هتساوي. طب ما دي ماتريكس على فكره 3 3 في حاجه اسمها انفرس ولا اعمل ايه؟ انفرس. اه يبقى المفروض دي ميو 1 اضربها في الانفرس ميو انفرس ميو هتساوي ميو انفرس الكلام ده. في مشكله؟ يبقى انا عندي A1 2 3 هتساوي ميو انفرس. طبعا ميو انفرس دي هتبقى 3 في 3 زي ميو بالظبط بس انا جبت الانفرس بتاعها في 1 وبعدين 1 ونص 3 ونص وبعدين 3 ونص. مين القيم دي؟ دي القيم اللي هي سؤال هو لو مديني ميو انفرس دي دي اقدر اجيب قيمه A1 و 2 و 3 اقدر ولا لا؟ مثلا يعني لو ده كده ب 1 0 بعدين 2 سالب 1 نص وبعدين 1 من 10 1 من 10 وبعدين 1 2 A1 تقدر تقول لي تساوي كام؟ A2 و 3 و 3 اعمل ايه بقى؟ اول صف في القيم دي كلها جبت ايه زي واحد واحد ونص واحد صار اربعة ونص وبعدين زيرو واحد ونص زيرو وبعدين اثنين ثلاثة ونص كام؟ سبعة. يبقى كل ده كام؟ تمام. خد الصف التاني اضربه في الكام دي كلها هيبقى عندي سالب واحد وبعدين 75 وبعدين كام؟ 75 3 5 هيبقى تقريبا 1 من 10. المهم هي على فكره الموديل البيو انفرس دي مش صح. انا ضرب لك قيم يعني انا ضرب لك قيم كده عشان تعرف ازاي بتضرب كده جبنا A1 و A2 و B3 ازاي؟ الايه؟ جيفن ما انا قلت جيفن هتبقى عطيت في مشكله في الجزء ده؟ طيب بعد ما جبنا يعني احنا لو رجعنا بقى معانا الاسئله تاني الاكس 1 اكس 2 اكس 3 يساوي بيو دي جيفن في A1 A2 S3 جبناها صح؟ جبناها خلاص. والاوميجا 1 2 3 عندي يبقى كده اقدر اجيب X1 و X2 و X3 ده اللي في الزاوية ولا لا؟ طيب لو انا على سبيل المثال عايز اجيب الاكس 1 اكس 1 هتساوي من المعادلة الميو ده دي ماتريكس طالع
الثاني A1 والA2 والA3 احنا جايبينهم الميو دي احنا يعني كاتب لك اي ارقام من الميو امبرس دي فاهم بتاعتها مش حاجه. الكلام ده معناه ان لو الاوميجا لما نيجي نشتغل الاوميجا بس ودول صفار يبقى قيمه اكس 1 بتساوي A1 كوساين اوميجا 1 ده لما كنت شغال فن المود الاولاني لما كان ثلاث كتل مع بعض في نفس اتجاه قيمه اكس 1 اهي. طب لو كنت في المود الثاني والحاله دي بتتحرك باوميجا اسمها اوميجا 2 قيمه اكس 1 بتساوي 2. طيب لو كنت في المود الثالث قيمتها كانت كام؟ ايه 3. لما اجي اجيب اكس 2 واجيب اكس 3 نفس المعادله بس عندي ايه والله يضرب في 2 و5 صح؟ واللي بعده يضرب كام؟ 4 5 اللي بعده يضرب في سالب 3. في مشكله في الجمله اللي احنا عملناها ده كله اسمه ايه؟ يعني ايه تايم ريسبونس؟ ان انا اجيب الاكس ده اللي في الزمن الايهات كلها والاوميجات عندي لو حطيت التي بزيرو كده جبت الاكس 1 عند بدايه الحركه حطيت الاكس بواحد ثانيه كده جبت قيمه اكس 1 بعد ثانيه من الحركه عن الاكس تي باثنين وهكذا. يبقى انا كده لو حطيت مثلا رحت عملت له وقلت له تي بتساوي مثلا من 0 لحد 10 تقدر تعمل بلوت للتي مع مين؟ مع الاكس 1 تقدر تدرس التغير بتاع الاكس مع مين؟ مع الزمن. فاجيب ماتريكس 9 9 عناصر كده فيها صح؟ ماتريكس ايه؟ 9 3 في 3 كده صح؟ 3 في 3 بس دول مجموعين يعني فخلاص ده باور اللي هو واحد. في الاخر هتقول له اكس 1 بتساوي اكس 2 بتساوي اكس 3 بتساوي. شباب تاني قبل ما اكمل دي قبل حد عنده سؤال في الجزء ده؟ انا عارف ان هو طويل بس طبعا موضوع الوقت ده انساه بيبقى في وقت في الامتحان يكفي الكلام ده كله. يعني مساله بتبقى في وقت يكفيها. يعني هو لو طلب التايم ريسبونس والدي كابلنج غالبا يعني ده اللي بيحصل دايما بيديك الميو ميو امبرس فاللي هو انت هتعمل خطوات دي بعد كده مش هيبتديها لك من الاول خالص وانت تعمل كل حاجه في اللي بعده دي كابلنج. يعني ايه دي كابلنج؟ انتوا فاكرين الام انفرس والكي؟ الام كان دايجونال صح؟ الكي ما كانش دايجونال. الدي كوبلنج معناه ان انا بحول الام انفرس والكي الام والكي الاثنين ان هم يبقوا مش دايجونال ان هم يبقوا دايجونال. طيب قبل بس ما ادخل في الدي كوبلنج عايز اعرفك شويه حاجات. في حاجه اسمها ستاتيك كوبل او كوبل في حاجه اسمها دايناميك كوبل انكوبل. الاول ستاتيك ليه علاقه بالكي ماتريكس خلاص اللي هي ليه علاقه بالكي ماتريكس يعني سبرينج فورس. دايناميك دي ليه علاقه بالان ماتريكس يعني بالانيرشا فورس. ستاتيك كابل يعني او اعرف ان الجسم ده ستاتيك كابل يعني لو انت رحت على كي ماتريكس خلاص كمان ده ولقيت ان كل الاعضاء بتاعتك او الارقام موجوده مش دايما هنا مثلا 1 3 4 5 او الحاجات دي كلها موجوده يبقى ده اسمه ستاتيك كابل. طب المعنى الهندسي او الفيزيائي بتاعه معناه معناه ان السبرينج فورس بتاعت اول ماس بتاثر على السبرينج فورس بتاع ثاني ماس يعني الاثنين دول مسمعين مع بعض تمام. امال انكابل يعني يعني الكي ماتريكس دايما اللي هو ده اللي احنا عايزين نعمله مش احنا هنعمل دي كابلنج او انكابلنج معناه ان احنا نحول ده من كابلنج لايه؟ انكابل يعني نخليه دايما يعني مثلا هيبقى هنا في واحد هنا خمسه مثلا وده بكام؟ اصفار يبقى ده اسمه ستاتيك انكابل ده ستاتيك ايه؟ كابل. التاني بقى دايناميك كابل يعني يعني الماس ماتريكس كل الارقام اللي موجوده عندي موجوده انما انكابل معناه ان الماس ماتريكس ايه؟ دايما وده طب يعني ايه يعني ايه دايناميك كابل؟ معناه ايه؟ يعني الانيرشا فورس بتاعت اول كتله بتاثر على الانيرشا فورس بتاعت ثاني كتله. طيب ان كابل يعني الانيرشا فورس بتاع اول كتله مش بتاثر اكن الاثنين مفصلين كل كتله بتشتغل مع نفسها مفيش اي ريليشن بين الاثنين.
اللي احنا عايزينه بقى عايزين نعمل ده هنخلي الاثنين انكر يبقى الام والجي الاثنين يكون يبقى ستاتيك وديناميك ايه ديناميك. طيب هنعمله ازاي؟ احنا كده لحد دلوقتي معانا الام ام الام ماتريكس ومعايا الكي ماتريكس ومعانا اليو واليو ام تاني افكرك ان الام ام كان كده 3 ام 0 0 وبعدين 0 2 ام 0 0 0 كام؟ الكي ماتريكس سيبها دلوقتي. اول حاجه بتروح تحسب كده حاجه اسمها ام او بتساوي اليو ترانسبوز في الام ماتريكس في ميو ام او دي هي الكثره بتاعتها. مش احنا كان عندنا قبل كده ام 1 و 2 و 3 في الدي كوبلنج ام 1 بقى اسمها ام ار 1 تمام ام 2 هيبقى اسمها ام ار مين 2 ام 3 يبقى اسمها ام ار مين 3 1 2 3 عشان تجيب ام ار 1 هتساوي ايه ميو 1 ترانسبوز في الام ماتريكس كلها في ميو 1 ايه ميو 1 ترانسبوز في ميو 1 مش ده كده اسمه ميو 1 مودرن ماتريكس يعني ميو 1 ترانسبوز دي هتساوي خد اول عمود ده بس اكتبه صفر هيبقى كده 1 2 5 100 وكام 2 9 3 انما الميو نفسه هتحطه زي ما هو في العمود هيبقى ميو 1 هتساوي 1 2 0 5 كام الام طبعا عندك يبقى ام ار 1 هتساوي لو عايزك ام ار 1 هتساوي ايه؟ ميو 1 ترانسبوز في الام في ميو 1 طب عايز ام او ام ار ام ار 1 عايز اجيب ام ار 2 هتساوي ميو 2 ترانسبوز في الام في ميو 2 ام ار 3 هتساوي ميو 3 ترانسبوز في الام في ميو 3 خد بالك ان دي هيبقى 1 في 3 صف 1 في 3 كله ودي دايمنشن بتاعت الكام؟ 3 في 3 في 3 ودي كام؟ 3 في كام؟ 1 في الاخر هتطلع لي رقم 1 خد اول رقم اضرب في 2 طب انا عشان احددها اعملها على كفه تاخد ده في الاول تضرب ده وفي الاخر هقول لك على طريقه تجيب كلهم مجرد نظر في دقيقه واحده دي ام ار 1 و 2 و 3 كلهم في دقيقه واحده. تعال بس ناخد الاول واحده واحده ازاي نجيب اول واحده ده وبعد كده نديهم مجرد بص لو انا عايز اجيب ام ار 1 تعال نقسم كلهم جنب بعض يبقى انا خدت نيو 1 ترانسبوز اللي هو 1 2 5 وبعدين 2 3 9 وبعدين خد الام ماتريكس حطها هيبقى هنا في 3 ام في 0 0 0 2 ام وبعدين في 0 0 0 وفي ام كل ده هيتضرب في ميو اللي هو 2 5 100 وبعدين 2 9 3 تعالى نضرب كده الاول لما نيجي نضرب الصف ده في اول عمود اديني مين؟ 3 ام يبقى 3 ام دي اللي هو حاسب ضرب الصف في العمود اضرب نفس الصف في ثاني عمود هيديني 2 ام في الاول في كام؟ 2 و5 100 ده تاني رقم اضرب نفس الصف هيديني ام 2 كام؟ 93 بص لما تضرب 1 في 3 3 في 1 هتاخد اول رقم اللي هو 1 في ايه؟ اخر رقم هيديني ماتريكس 1 في 3 1 يعني صف 1 في 3 اعمل خد ده اضرب فيها ماما في ميو 1 في 1 2 بص ده كده 3 في 1 3 صفوف في عمود وده 1 في كام؟ فلما تضرب اثنين في بعض يديني رقم واحد، الرقم ده اللي هو ايه؟ مسافر. خد ده اضربه ده، ده 3 ام. خلاص؟ زائد. خد ده اضربه ده، يبقى 2 0 5 تربيع تربيع في 2 ام. زائد. خد ده اضربه ده، يبقى 2 9 3 تربيع في كام؟ تربيع كلها في كام؟ واحد. بص كده انا عملت ايه؟ ال 3 ام دي الميز خلاص؟ ضربتها في الواحد تربيع وبعدين البعض بس تحت كام؟ الميز
2 ام في الرقم الاقصده ده دي طالع الام الاخيره دي ضربتها في 2 وتطلع كام؟ معنى كده لو عايز اجيب ام ار 2 بقى هتقول لي الاول بيساوي نيو 1 ترانسبوز في ام نيو 2 ترانسبوز في ام في نيو ترانسبوز يبقى هتساوي يبقى في 3 ام زائد في 2 ام زائد ام الثلاثة ام هتضرب في 1 الاثنين ام الرقم بتاعها كام؟ 5 5 4 بس تربيع الام الاخيره بتضرب في كام؟ 8 تربيع 1 و8 وهتبقى بالموجب مش بالسالب ليه بالموجب؟ تربيع لان هتضرب سالب في سالب يعني السالب هتضرب في نفسه مرتين لو عايز اجيب ام ار 3 هتساوي نيو 3 ترانسبوز ام نيو هتعمل نفس الكلام في مشكله؟ المفروض عشان نجيب ال K بقى K1 و 2 و 3 في الـ decoupling نعمله كده K1 هتساوي مش المفروض ان الام اصلا دايما لما بس بص فاهم سؤالك انت اصلا الام دايما ليه تجيب الام في الدايما التاني decoupling انت دلوقتي بتعمل نظام جديد النظام اللي هو كان موجود قبل كده بتعمله حاجه مكافاه ايه المكافاه ده؟ اكن هتعمل له ثلاث كتل منفصله عن بعض كل واحد بالسبرينج بتاعها فالكتل هتتغير وفيها هتتغير يعني ده نظام جديد تماما اكن بص كان عندي ثلاث كتل بثلاث سبرينج صح؟ فانت هتفصلهم وتخلي لي كل اكن كل كتله لوحدها وليها السبرينج بتاعها اكن هيتحول من مالتي ديجري ل 1 ديجري بس 1 ديجري فيه كام مساله مع بعض؟ فيه ثلاثه من اول واحد تقدر تجيب التردد الاوائل اوميجا ار من تاني واحد تقدر تجيب التردد التاني من تالت واحد تجيب تالت التردد التالت عم بكتب لك المعدات دلوقتي واثبت لك الكلام لما نيجي نشتغل على كي ار 1 بنفس الطريقه اللي بتاعت الام هنقول بتساوي يو 1 ترانسبوز وهنا ميو 1 بس هنا هنحط مين بقى؟ كي ماتريكس كي ار 2 هتساوي يو 2 ترانسبوز كي في يو 2 هتساوي يو 3 ترانسبوز في كي في مين؟ يو 3 دي ليها طريقه ثانيه هتبقى اسهل بكتير سيبك من الكلام ده تيجي يوازن بالكي ال احنا عندنا لندا 1 صح؟ لندا 2 لندا مين؟ في ام ار 1 ام ار 2 ام ار 3 جبت الكلام ده منين؟ احنا دلوقتي بنشتغل على كي ار 1 وام ار مين؟ 1 مين الام ار 1 والكي ار 1؟ ده الام والكي بعد الديكابل اكني في ال 1 ديجري فاكيد اللندا او الاوميجا او التردد بتاعي هساوي المفروض مش ده تربيع اوميجا تربيع؟ ايوه ام جوال تربيع مساوي مساوي ك على مين؟ فانت عايز تجيبها دي ماشي عايز تجيبها كده صعبه هيبقى كي ار 1 هيساوي لندا 1 عندي ام ار 1 جبتها كي ار 2 هيساوي لندا 2 احنا جايبينه من قبل كده خالص في مين؟ في ام ار 2 هتساوي لندا 3 في مين؟ ام ار 3 كده احنا جبنا 3 ام و 3 كي في مشكله؟ لا ايه الخطوه اللي بعدها؟ بقى المعادلات الايكويشنز دي في الديكابلينج فورم كتب ازاي؟ اولا الاكس 1 هيبقى اسمها دلتا 1 اكس 2 هيبقى اسمها دلتا 2 اكس 3 هيبقى اسمها دلتا 3 طبعا اكس 1 دبل دوت هيبقى اسمها دلتا 1 دبل دوت فلما نيجي نكتب طبعا ام ار 1 0 0 0 ام ار 2 0 0 0 ام ار 1 الاول كنا بنضرب ده في مين؟ 1 دبل دوت يبقى دلتا 1 دبل دوت دلتا 2 دبل دوت دلتا 3 دبل دوت اكيد بعمل سيستم من جديد زائد هنا هيبقى في مين؟ كي ار 1 0 0 0 كي ار 2 0 0 0 كي ار مين؟ 3 ده هيضرب في مين؟ دلتا 1 دلتا 2 دلتا مين؟ كل ده بيساوي زيرو. طب انا استفدت ايه؟ لو خدت اول صف ضربته في اول عنصر هيبقى عندي ام ار 1 دلتا 1 دبل دوت زائد كي ار 1 دلتا 1 بيساوي كام؟ زيرو. طب انا استفدت ايه بقى من الديكابلنج والزيتا دي كلها؟ ان انا اقدر اجيب ان دي اكنها معدل 1 ديجري زي اللي كنا بنجيبها قبل كده اكني قسمتها لثلاثه سيستم منفصله اول واحد ده بدلتا 1 ايه الدلتا 1 دي؟ دي المقابل الاكس 1 في حاله الايه؟ الدي كاب والتاني ده بقى يعني الكلام ده هيتعمل كام مره؟ 3
طبعا الارقام دي كلها تتقلب مره تبقى واحد مره تبقى اثنين مره تبقى كام ثلاثه. الايكويشنز دي في صوره ايه؟ دي كاب. يبقى لو طلبت منها تعمل دي كاب هتعمل كل الطلبات دي تجيب ام ار 1 2 3 كده انت كاب صح كده ان كاب او دي كاب هي كاب. حد عنده سؤال باذن الله؟ يبقى احنا النهارده في حاجتين جداد دول اللي كنا مركز عليهم وبنقولهم بنعمل حاجه اسمها تايم ريسبونس. يعني نجيب الاكس 1 و 2 3 ده اللي في الزمن هيبقى فيه ست مجاهيل ايه ثلاث جهات وثلاث جهات هنجيبهم من ست معادلات. في حاجه اسمها دي كابلنج ان احنا نحط المعادلات دي كلها في صوره ده. يعني نحول لها اي اكس لدلتا وحول لها اي كي لكي ار 1 او كي ار واي ام لام ايه ام ار. دي مجرد رموز. حد عنده سؤال؟ شايف حد مش فاهم يعني ايه دي كابلنج؟ ليه بنعمل او انا استفدت من دي كابلنج؟ استفدت ان انا حولته من مالتي ل 1 خلاص اقدر اجيب من المعادلات مجرد نظر اللامدا 1 واللامدا 2 واللامدا ايه 3 على طول من المعادله دايركت. حد عنده سؤال؟ طيب شباب ان شاء الله اشوفكم ايه سيكشن اوكي. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.